الحوايج ما عندهم حتى شي جوبونس ما ماشي صحاح. لا لا ما انا هذه اول مره كنسمع هذه القضيه هذه صراحه. حيت جوبونس منين كان وقع ذاك التعطال ديال الكليب كانوا الناس سورتو حنا ما هضرناش حتى واحد ما قال زعما مثلا راه فوقاش غنحطوا الاغنيه دونك كلشي بدا كيجبد معلومات من راسو باش يقولوا شي حاجه سي نورمال فهمتي حيت حنا ما صرحنا بوالو حتى واحد ما حط شي حاجه حتى واحد ما قال هذاك دونك خرجت هاد الاشاعه هادي خرجوا اشاعات اخرين ديال راه توترت لهم لاكارت ميموار ديال داكشي كامل ماشي بصح كلشي ماشي بصح فريمون ضحكت منين شفت دوك لي كومونتير بحال هكا دونك داكشي كامل ما منوش. والسؤال ديالك الاول كان الشعور ديالي كيف ما قلت قبيله هذا شرف ليا كبير بزاف و فريمون انني نمثل بلادي وانني نكون حاضره مع الفنانين الكبار اللي كنت غفان ديالهم اللي كنت صغيره كنت كنسمع ليهم بزاف ولقيت راسي دابا كنغني حداهم دونك هذا شي حاجه اللي كبيره بزاف وكيف ما قلت قبيله انا بوحدي اللي غنحس بهذا الاحساس هذا وكيف ما قال الفنان دوزيك هاد الاغنيه غادي تبقى عايشه بزاف وغتبقى تاريخيه ونكون فيها انا راه شي حاجه اللي كبيره وكتشرف فيا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.